من نيس الفرنسية عبر السكايب الباحث السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي. دكتور، أهلا بك معنا في هذه النشرة على قناة الحدث. ترامب كان واضحا عندما أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وقال إنه كل من يتعاون مع إيران للالتفاف على العقوبات سيكون عرضة للعقوبات الأمريكية، وهنا الرسالة كانت واضحة للأوروبيين. تفضل. ما لا شك فيه محمود بأن الموقف الأوروبي يجد نفسه بين فكي كماشل. أولا هنالك الموقف الأمريكي، وهنالك ثلاثة عوامل تزيد غضب الجانب الأوروبي. العامل الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعمد إلى بناء أرضية مشتركة مع الجانب الأوروبي على عكس ما كان سائدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض قرارها بالانسحاب على كافة الأطراف ومنها الجانب الأوروبي. النقطة الثانية أيضا هي أن الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها تجعل الشركات الأوروبية في موقف حرج، إما أن تمضي في اتفاقياتها مع الجانب الإيراني أو أنها سوف تتعرض إلى عقوبات من الجانب الأمريكي، وبالتالي هذا سوف يزيد خسائر هذه الشركات. النقطة الثالثة أيضا أن هذا يأتي في إطار نسق من العلاقة التي باتت تميز العلاقة ما بين ضفتي الأطلسي، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي، سواء فيما يتعلق باتفاقية المناخ أو غيرها من الاتفاقيات الدولية. وبالتالي أوروبا لا تريد أن تجعل من الولايات المتحدة الأمريكية وصية عليها فيما يتعلق بتلك الاتفاقيات الدولية. هذا الجانب الأول. أما الجانب الآخر فهو المتعلق بإيران، لأن إيران اشترطت أن لا تتعرض إلى ضغوطات من الناحية الاقتصادية وأن تحقق أوروبا أهدافها من أجل البقاء في الاتفاق، وبالتالي ذلك سوف يجعل الجانب الأوروبي كما بدأ حتى الآن يضغط على الشركات الأوروبية من أجل الاستمرار في العقود. ولكن هل تستجيب الشركات الأوروبية؟ لا يبدو ذلك واضحا، خصوصا أن ذلك سوف يتبع لمعايير الربح والخسارة لدى هذه الشركات مثل شركة إير فرانس. هل يمكن أن يكون في الأمر دكتور أي تبادل للأدوار ما بين الولايات المتحدة والأوروبيين؟ لأنه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يجعل تطبيقهم للاتفاق مع إيران في حكم المستحيل. أتفق معك تماما، وهنالك تحليل يمكن أن يمضي في هذا الاتجاه، ولكن إذا ما أخذنا نمط العلاقات الأوروبية الأمريكية خلال الفترة الماضية نجد أن الخلاف لا يتعلق فقط بإيران وإنما في قضايا دولية أخرى. ولكن الآن الولايات المتحدة الأمريكية لديها هدف وأعلن عنه الرئيس ترامب بأن تبقي الوكالة الدولية إشرافها على المنشآت النووية الإيرانية. في حال انسحاب إيران من هذا الاتفاق فإن ذلك يعني غياب ذلك الإشراف وغياب التفتيش عن هذه المنشآت النووية، مما سوف يدفع الأمر إلى تصعيد. وهذا الحقيقة بالرغم من الانسحاب الأمريكي لا تريد أن تمضي فيه، بقاء الجانب الأوروبي على الاتفاق. طيب، وذلك سوف يتيح هذه العملية، وهذا ما صرح عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي باعتقادي أنه لا يوجد تبادل أدوار، ولكن ما حدث حاليا أن بقاء أوروبا يفيد الولايات المتحدة الأمريكية في إبقاء السيطرة على البرنامج يعني النووي. ولكن أنت لديك بالمقابل دكتور رامي، ترامب الآن يطرح إنه الضغط على الأوروبيين أو يحاول أن يضغط على الأوروبيين لكي يجلبوا إيران إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. لا أعتقد أن حتى لو أراد الجانب الأوروبي ذلك لا أعتقد أن هنالك إمكانية بالنظر إلى المواقف الإيرانية التي تم الإعلان عنها منذ الانسحاب الأمريكي. أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي إلى الآن يعلن تمسكه بهذا الاتفاق. كانت هنالك فكرة كما تعلم محمود خلال الأسابيع القليلة الماضية من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون بأن يتم توسيع الاتفاق، ولكن الإشارات القادمة من طهران لا تشي بأن هنالك إمكانية لفعل ذلك، خصوصا أن الأمر لا يتعلق برنامج النووي فقط وإنما يتعلق بدور إيران في المنطقة ودعمها لميليشيات وسياسة الهيمنة التي اتبعتها خلال السنوات القليلة الماضية في سوريا والعراق وغيرها. وبالتالي هل يمكن لإيران أن تتخلى عن ما تعتبره نصرا استراتيجيا في هذه المنطقة بمقابل الحفاظ على الاتفاق؟ إلى الآن لا يبدو ذلك واضحا، ولا أعتقد أن هنالك يعني ولكن أيضا بالمقابل السؤال إنه مدى قدرة إيران على احتمال العقوبات الأمريكية، لأنه ترامب قال إنه هذه العقوبات ستكون الأقصى والأقسى كمان. صحيح، ولكن
هنالك تجربة الحقيقة منذ الثورة الإسلامية منذ في الثمانينات والتسعينات وحتى في العقد الأول من الألفية الثالثة، نجحت إيران إلى حد ما في استيعاب العقوبات الأمريكية والعقوبات الغربية، وبالتالي لديها تجربة سابقة في احتمال العقوبات الدولية إذا ما شئت. الآن هنالك عقوبات أمريكية، ولكن هنالك أطراف أخرى مستعدة لأن تحل محل الشركات الغربية. على سبيل المثال، حتى لو ذهبت الشركات الأوروبية إلى الانسحاب من السوق الإيرانية، هنالك شركات روسية وهنالك شركات صينية، والطرفان الحقيقة متمسكان بالاتفاق، وبالتالي يمكن أن يحلا ويمكن أن يعزلا الشركات الغربية أو الشركات الأوروبية على وجه التحديد، وهذا ما يدركه الساسة الأوروبيين. لذلك شهدنا تصريحات خلال 48 ساعة الماضية تشير إلى أن يجب على الشركات الأوروبية أن تبقي على اتفاقيتها مع الجانب الإيراني، وبالتالي الحقيقة هنالك إذا ما شئت تمسك أوروبي إلى الآن بهذا الاتفاق، مما يتيح لهذه الشركات، ولكن ذلك سوف يزيد قوة الخلافات ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك جزيلا الدكتور رامي الخليفة العلي، كنت معنا من نيس. شكرا لكم.